God. تمام هاي المرة الثانية هاي التأثير ولا حتى هذه اللحظة لا يوجد عدد مؤكد بأسماء الشهداء أو أعدادهم بسبب العمل الجاري حتى اللحظة على انتشال جثث من تحت الأنقاض. تقريبا انتشلنا جثث طفلين وثلاث نساء وبالإضافة إلى رجال على قيد الحياة الحمد لله رب العالمين، ولكن العمل جاري. I'm gonna have to go.